أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئات إصابة عدد من متظاهري البصرة بالاختناق جراء استخدام الغاز المسيل للدموع. ونتصفح في المدى، مفوضية الانتخابات تعترض، التجميد ليس من صلاحيات العبالي. ونتصفح في كتابات حاولوا اقتحام مبنى المحافظة، متظاهرو البصرة يصطدمون مع قوات الأمن. نقرأ في الجزيرة نت الصواريخ الإيرانية، المنصات بالعراق وزر الإطلاق بطهران. وفي العربي الجديد نقرأ تحت عنوان وقف التمويل الأمريكي لأونروا، ثاني خطوة لتصفية القضية الفلسطينية. جاء في القدس العربي استطلاع، 60% من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، إيران تستعد لسيناريو حرب بنشر صواريخ في العراق. أهلا بكم. المنافسات السياسية بين الكتل والشخصيات الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أعادت العراق لمربع عام 2004، وهي انطلاقة مجلس الحكم. مجلس الحكم المشؤوم، مربع التخندقات الطائفية والقومية والمذهبية، وهذا مؤشر مزعج ويؤكد أن غالبية هؤلاء الساسة مستعدون لنحر العراق من الوريد إلى الوريد من أجل المناصب. عن عودة ومكاسب أحزابهم الطائفية، العراق للمربع الأخير كما أعادوه هم، كتب جاسم الشمري في عربي 21. سيادة العراق باتت من أبرز الخدع، ولم تعد هنالك أي سيادة حقيقية. فهنالك الآن عشرات الدول التي تمتلك قوات عسكرية في غالبية المدن بحجة أنهم من المستشارين، فضلاً عن التدخل الأمريكي والإيراني العلني. ومع كل هذه التدخلات الصريحة، ما زالت حكومة بغداد تؤكد أنها تمتلك القرار السيادي. وهذا الكلام الحكومي يثبت إما عدم نضوج في رؤية الحكومة للواقع، أو أنهم لا يحترمون الجماهير حينما يوجهون الخطاب لهم. نمو وتغول ظاهرة الميليشيات في الساحة السياسية العراقية، فبعد أن كان أثرها منحصراً في الجوانب العسكرية، نجدها اليوم متقدمة جداً في المشهد السياسي الداخلي والخارجي. وهذا يؤكد أن دولة العراق خلال السنوات الأربع القادمة ستكون دولة الميليشيات، لا وجود فيها لدستور أو تفاهمات سياسية قائمة على مصلحة الوطن. الماراثون السياسي الآن على أشده لتشكيل الكتلة الأكبر، والسباق المحموم قائم بين فريقين لا ثالث لهما. الأول فريق نور المالكي ومعه هادي العامري، والثاني هو فريق مقتدى الصدر ومعه حيدر العبادي ومن تحالف معهما. وأتصور أن فريق المالكي هو الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر رغم الاعتراض الأمريكي، وهو الفريق الأقرب لإيران. وهذه المناحرات بدورها ستجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الأمريكية الإيرانية. الربكة السياسية في الساحة العراقية ستدفع الولايات المتحدة بعد أن وجدت نفسها أمام حلفاء أداروا ظهرهم لها لإعلان حكومة طوارئ في العراق، بحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، وبذلك ستعود البلاد إلى المربع الأول، مربع الخراب السياسي والأمني والاقتصادي المستمر منذ العام 2003 وحتى الساعة. البصرة، ثغر العراق وعصبه الاقتصادي والرئيس، إذ تضم الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي العراقي المكتشف حتى الآن، ويصل مجموع حقولها النفطية إلى 15 حقلاً، ويقدر مجموع الاحتياطي النفطي المعلن في البصرة ب 65 مليار برميل،
في حين تشير معلومات شبه رسمية إلى أن مجموع الاحتياطي يصل إلى 99 مليار برميل، إلا أنها لم تنل إطلاقاً من حصتها في هذه الثروة من النفط بحسب الكاتب عامر السامرائي. ووثقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، وهي جهة رسمية مرتبطة بالبرلمان، خلال الأيام الماضية ارتفاع إصابات سكان البصرة بعدة أمراض بينها السرطان جراء تلوث البيئة والمياه. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية جرى الحديث عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب، وهو ما تسبب بتسجيل الآلاف من حالات التسمم بين السكان. رغم ذلك كله، تخرج وزيرة الصحة المدعوة عديلة حمود بمؤتمر صحفي تزعم فيه دون خجل أو وجل أن إصابة هذا الكم من الأشخاص بحالات تسمم جراء تلوث المياه أمر بسيط، وكأن المطلوب أن يموت البصريون جراء التلوث كي يكون الأمر أزمة حقيقية. هذه التصريحات غير المسؤولة تجاه أزمة حقيقية تعصف بالبصرة، إلى جانب وقوف الحكومة متفرجة على ما يحصل من مآس حقيقية، يدل بشكل قاطع على أن هؤلاء المسؤولين يستهينون استهانة تامة بحياة المواطنين. حقيقة أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة والتقاتل المستمر بين حيتان الأحزاب الحاكمة على نيل الكعكة الأكبر من هذه المدينة، فضلا عن سوء الإدارة، أوصل المدينة إلى ما هي عليه الآن من انتشار الأوبئة والأمراض في البصرة بسبب شح المياه وتلوثها، حتى بلغ الأمر إلى تسمم آلاف البصريين دون أن يتحرك المعنيون للحد من هذه الكارثة. سيناريوهات عراقية مطروحة قبل جلسة البرلمان: تفكك تحالفات واستنفار إيراني أمريكي، بهذه العبارات عنونت الصحيفة العرب الجديد تقريرها للكاتب زيد سالم. قادة الأحزاب السياسية العراقية يشعرون بالقلق. ويطرح التعقيد الأخير والمفاجئ بالعراق اليوم ثلاثة سيناريوهات، من بينها دخول معسكر لعباد الصدر بأغلبية بسيطة من دون الأكراد أو السنة إلى البرلمان الاثنين، وبذلك يحصلون على لقب الكتلة الأكبر ويثبت ذلك، ومن ثم يعيدون جولة مباحثاتهم مع الكتلة الأخرى للحصول على تأييدهم في التشكيلة الحكومية التي سيقدمونها. وهذا الخيار هو المطروح حالياً في حال فشلت كل الضغوط والتحركات لظهور الكتلة التي يتخطى عدد أعضائها 165 نائباً. والسيناريو الثاني هو نجاح الفريق الأمريكي أو الإيراني في مساعيه للإعلان عن الكتلة الكبرى خلال الساعات المقبلة، وهو ما يعمل عليه الطرفان وبجهود غير مسبوقة مع أوراق جديدة تستخدم من طرفهما، بينها محاولات إيرانية تتلخص بالتضحية بائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي وإخراجه من المشهد وجذب تحالف الفتح إلى سائرون بزعامة الصدر لتشكيل الكتلة الكبرى، على اعتبار أن الصدريين يرفضون المالكي وكتلته ولا خطوط حمراء لديهم على هادي العامري وتحالفه. أما السيناريو الثالث فيتضمن تأجيل جلسة البرلمان عبر توافق كتل معينة على إحداث خلل بنصاب الجلسة. قادة الأحزاب السياسية العراقية يشعرون بالقلق والتوتر الدائم، لأنه حتى الآن لم تستطع أي كتلة تشكيل الكتلة الكبرى، وهذه مشكلة تؤدي إلى توتر وتحكم بالصلاحيات، لا سيما من الأطراف التي ما تزال في السلطة. وحادثة الفياض خير دليل، حيث تكشف مدى الصراع داخل الكتل السياسية. هل كان تخريب المنطقة شرطاً لإنجاز صفقة القرن؟ سؤال طرحه الكاتب فيصل القاسم في مقال له بصحيفة القدس العربي، حيث يقول فيه: فتش عن إسرائيل في كل ما يحدث في المنطقة. وثيقة يانون هي أكثر الوثائق وضوحاً وتفصيلاً حتى اليوم بشأن الاستراتيجية الصهيونية في الشرق الأوسط، وأن أهميتها لا تتعلق بقيمتها التاريخية
بل بالكابوس الذي تعرضه، فهي تركز على إضعاف الدول العربية وتقسيمها لاحقاً كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني، وعلى الاستيطان بالضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من فلسطين وضم الضفة وقطاع غزة لإسرائيل. ودعا ينون في وثيقته المشؤومة إلى تقسيم العراق إلى دولة كردية ودولتين عربيتين، واحدة للشيعة وأخرى للسنة. كما دعا ينون أيضا إلى تقسيم لبنان وسوريا ومصر وإيران وتركيا والصومال وباكستان ودول شمال إفريقيا، وتوقع أن يبدأ ذلك من مصر وينتشر إلى السودان وليبيا وبقية المنطقة. وسيتم تقسيم الدول العربية وغيرها على أسس عرقية أو طائفية وفقا لحالة كل دولة. يختتم الكاتب بالقول: ليس ما يسمى بصفقة القرن الآن التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية والإجهاز على ما تبقى من الفلسطينيين في ديارهم التاريخية المعروفة أحد تجليات وثيقة عواديد المشؤومة. هكذا يتساءل: هل ستكون صفقة القرن إذا نجحت آخر حلقة في حلقات الوثيقة الإسرائيلية؟ لبنان عاد ليمثل ساحة الصراع بين القوى الدولية والإقليمية على نحو وضع المنطقة كلها برمتها على حد السكين بسبب سياسات حزب الله، بحسب مقال للكاتب سليم نصار في صحيفة الحياة اللندنية. يقول المطلعون على تطور الأحداث اللبنانية إن حزب الله لم يعد محتاجا إلى الدور الذي لعبه الحريري عندما أوصل حليفه ميشيل عون إلى قصر الرئاسة في بعبدة. وبما أن الوضع الأمني في سوريا قد استقر نسبيا، لذلك قررت قيادة الحزب نقل جهودها إلى اليمن بغرض تحقيق أهداف عدة: أولاً إحباط مهمة الحريري صديق السعودية واستبدال دوره بسياسي سني يكون مدعوماً من الأسد ومقبولاً من إيران. ثانياً تعزيز موقف الحوثيين ودعمهم بمزيد من الصواريخ الموجهة نحو المملكة العربية السعودية وبمزيد من خبراء القتال، علماً أن حزب الله أسس في الضاحية الجنوبية قناة تلفزيونية سماها النبأ تستضيف دائما خصوم السعودية وتمتدح إيران وسخاءها المتواصل. ثالثا التعاون مع رئيس وزراء سني لبناني يكون مهتما بمساعدة إيران على تخفيف أثر العقوبات الاقتصادية والنفطية التي فرضها عليها الرئيس دونالد ترامب، وهو يهدد بفرض عقوبات إضافية على مبيعات النفط الإيراني في تشرين الثاني نوفمبر، وتعتبر إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق. كاتب يضيف: ومن المؤكد أن تأخير تشكيل الحكومة قد ساهم في تأجيج الأجواء، وما يهم طهران من وراء التصعيد على مختلف الجبهات هو حرف الأنظار عن نتائج العقوبات الأمريكية وإبلاغ واشنطن أنها قادرة على تحريك ساحات القتال في المنطقة. الصين وأمريكا والحرب بلغة الإشارة، عنوان كتبه عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط. فما بين الصين وأمريكا أكثر من التجارة وأرقام الصادرات والواردات، هناك قضايا أكبر وأخطر. حجم التعامل مثلا بين البلدين لا مثيل له، وكذلك حجم السندات ومشلة بحر الصين الجنوبي ذات البعد الاستراتيجي المعقد لا تغيب عن ملف الأزمة بين البلدين العملاقين. لكن الحرب على جبهتيهما بين الطرفين ما زالت بلغة الإشارة، فهل ستسهل تلك اللغة الوصول إلى تفاهم؟ السؤال: ما العلاقة بين الحرب التجارية الواسعة التي دخل فيها الرئيس ترامب مع الصين والاستراتيجيات العسكرية الأمريكية في بحر الصين؟ للإجابة عن السؤال علينا أن نتذكر برنامجه الانتخابي الذي عرض فيه بالتفصيل مشروعاته السياسية والاقتصادية المحلية والدولية. ترامب لا يخفي شيئا مما يدور في عقله، لا يتعامل مع لغة المجاملة أو الدبلوماسية، هاجسه الأكبر هو المال ثم المال ثم المال،
عقله آلة حاسبة صماء. باختصار، ما يهمه كم تأخذ أمريكا وكم تدفع. كان صريحاً مع مجموعة السبع إلى حد الصدام، وكذلك مع حلفائه في الأطلسي ومع جارته المكسيك. بالنسبة للصين، يرى ترامب أنها تستولي على أموال أمريكا عن طريق إغراقها بصادراتها، إلى حد أنه قال إن الصين تغتصب أمريكا. رفع الرئيس شعار أمريكا أولاً، لكنه لم يحدد الأولوية في ماذا. لا شك في أنه يريدها أن تكون الأولى كي تكون أولاً. الصين هي المنافس الأول لأمريكا اقتصادياً، بل تفوقت عليها سنة 2014 وترتفع بقوة على سلم التفوق. إذن حرب ترامب مع الصين هي حرب داخل حروب. بعيداً كل البعد عن السياسة، نشر موقع 925 ماك الشهير بتسريباته صور جهاز آيفون الجديد باللون الذهبي لأول مرة وبشاشة قياس تصل إلى 5.8 بوصات و 5.5 بوصات بتقنية OLED. وأكدت التسريبات أن شركة أبل سوف تطرح الجهازين تحت اسم آيفون XS، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها الشركة جهازين بالاسم نفسه. وتتميز أجهزة آيفون الجديدة بشاشة عرض من الحافة إلى الحافة مع حواف رقيقة ومن دون زر الصفحة الرئيسية، إذ استبدلت تقنية التعرف بصورة الوجه باستخدام نظام كاميرا True Depth بتقنية التحقق بالبصمة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.